يعتبر مجمع الدمام الطبي أحد مستشفيين يتم توجيه المصابين بالفيروس لهما في المنطقة الشرقية، وهناك يحظى المصابون بكامل الرعاية الصحية اللازمة. للحديث أكثر وللمزيد ينضم إلينا الزميل طارق المزهود من داخل قسم التنويم بمجمع الدمام الطبي. مرحبا بك طارق معنا على التاسعة. بداية حدثنا عن الآلية المتبعة في أقسام التنويم بشكل عام. أهلا محمد، نتواجد في مجمع الدمام الطبي، هذا المجمع الذي يعتبر المركز الرئيسي لاستقبال حالات كورونا. الآن نتواجد في أحد الممرات الخاصة بغرف التنويم العادية محمد، والتي تستقبل أو ما زالت تستقبل الحالات الحرجة من جراحة أو باطنية أو مخ أو أعصاب، كما تشاهد على الكاميرا محمد. هنا أحد الممارسين الصحيين الذي يذهب ل التأكد من الحالة الصحية المتواجدة في الغرفة التي على يسار الكاميرا. أما على يمين الكاميرا فهناك قسم التمريض والذي يتواجد فيه نحو 9 إلى 10 ممارسين صحيين. هذا فيما يخص قسم التنويم هنا محمد في مجمع الدمام الطبي. في أدوار أخرى مستقلة يوجد المصابون بفيروس كورونا، نسأل الله لهم الشفاء، هم مستقلون في أدوار مستقلة، في مصعد مستقل، في كوادر طبية مستقلة، ليست ذات الكوادر الطبية التي تتواجد هنا وفي غير هذه الأقسام أو هذه الممرات. كذلك هناك أدوات خاصة وتغذية خاصة محمد. الأمر الآخر أن 11 مريضا كانوا قد غادروا المستشفى، لله الحمد بعد تعافيهم من إصابة فيروس كورونا. الأمر الآخر محمد أن هناك توفير للاستشارات النفسية يقدمها أو تقدمها إدارة التجمع الصحي الأول للمرضى، وذلك لاستقبال استفساراتهم واستقبال تساؤلاتهم، وكذلك لتقديم الدعم النفسي لهم. أخيرا محمد نقول لهؤلاء الأبطال الذين يعملون ليل نهار من أجل راحة وسلامة المصابين، سواء مصابين بفيروس كورونا أو بأي حالة أخرى، نقول لهم شكرا من القلب، شكرا لما تبذلونه، شكرا لما تقدمونه، شكرا لأوقاتكم، شكرا لهذه الجهود التي تبذل من أجل صحة الإنسان. جهود كبيرة ربما نحن نرصد أجزاء كبيرة منها عبر هذه الشاشة، ولكن الذي ينزل إلى الميدان ويشاهد ويلاحظ يلاحظ أن هناك جهودا كبيرة تبذل. شكرا لهم باسم الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن وطننا وعن العالم أجمع بإذن الله تعالى. اللهم أمين. شكرا جزيلا لك. كان معنا من الدمام الزميل طارق المزهود.